بالبيت وراح متلابر كاج هذا بابا جاب لي انا بابور يسيكك اظن الله نورد يا جماعة نورد يا جماعة معنا الدراوي طبعا البلد اللي في عبد الهادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد ما كذبت ابنه اللي ابن ابنه يسيك كان اقول لك النهارده النهارده يا جماعه ما ينفعش بس الكلاب بيجي عفوا عارفين ليه مش الكولون يجي بقى في ناس يقولوا عليهم مكرونه اسمهاش مكرونه اسمها كورونا 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 مكرونه ودي طبعا الجراوي دي يا جماعه دي بيت اف هم كانوا أربعة في الباقي هناك هم مينفعش يطلعوا كلهم يطلعوا كلهم بس يطلعوا كلهم مش 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 يطلعوا كلهم مرة واحدة دي ما مينفعش يطلعوا كله عشان كلونا الكلونا طبعا كلونا دي مرة توحش خالص لما يمسكوا حيوانات أليفة لازم يخشوا يمسكوا يغسلوا ايديكم بالصابون وبيدوسوا كده المنظر بقى طلع المنظر بس يا جماعة المنظر طبعا أصل اللي تصورني يضحك بس يا جماعة المنظر طبعا دي جراوي وخشت ورحت لكم ده طبعا ده كان ابوهم وده الام دي الام وده الدكر